مرات أمل بوسعادة بمولودية سعيدة لم ترقى إلى المستوى المطلوب ولم نشاهد فيها الكثير خاصة في الشوط الأول، ما عدا تسديدة علاوي القوية التي وجدت الحارس بهدى في المكان المناسب. الشوط الثاني واصلت المولودية تسيير اللقاء بدكة في ظل اللعب العشوائي للأمل الذي كان لاعبوه بعيدين عن مستواهم في هذه المباراة. يحدث كل شيء في العشر دقائق الأخيرة، والبداية بالاحتجاج على الحكم أي تمر من طرف اللاعب بوسعادة بعدما سقط بعلي داخل منطقة العمليات. دقيقة بعدها الحارس بوهدى يبعد رأسية الطيبي إلى الركنية ليطرد في الدقيقة الأخيرة الحكم اللاعب حكار بعدما اعتدى على اللاعب طيبي، لقطة كادت أن تخرج المباراة عن إطارها الرياضي. في الوقت البديل وبعد كرة في العمق من طيبي أخذ ورد داخل منطقة الجزاء، القناص بعلي يفتتح باب التسجيل ويمنح 3 نقاط غالية للأمل والذي قطع شوطا كبيرا في ضمان البقاء. ينزع لاعبو أمل بوسعادة الأقمصة ويتركها في وسط الميدان في رسالة واضحة للقائمين على الفريق، وهي الثانية هذا الموسم. والله اليوم المقابلة كانت صعبة كثير، كنا صراحة في الأسبوع كنت نستنى في مقابلة صعبة لأن عدة عوامل عطات باش تكون المقابلة صعبة، لأن اللاعبين ما كانوش مركزين، هناك أشياء عديدة يعني في الفريق اللي خلات اليوم اللاعبين شوية يتأثروا بهذه الأشياء هذو، خاصة الأشياء يعني نقولوها الأشياء المادية. والله هذا هو الشيء، يعني 7 شهور يعني اللاعبين ما تقدوش الرواتب تاعهم، واليوم يعني كنا معهم في حديد طيلة الأسبوع باش لعبوا المقابلة، وكي لعبوا المقابلة اليوم هذا كان تأثيرها على اللاعبين يعني باين في المقابلة.